هو دخل الروضة وهو دخل المدرسة. ثلاثة المقاييس هي، لأن فيهم اختلاف شوية في العمر، وحساسية الطفل تختلف شوية شوية من طفل لطفل ومن عمر لعمر في المداخل الثلاثة هما الحضانة والروضة والمدرسة. طيب بطبيعة الحال بطبيعة الحال العلم أثبت أنه قالك أن الإنسان منذ ولادته عنده خوفين أساسيين يولد معاه، والباقي كله مكتسب من الحياة. تمام، يعني عندما تكلم واحد يخاف من المرتفعات أسانسير، يخاف من الأعماق، يخاف من أجلكم الله الكلاب، يحكوا على الفوبيا يعني والخوف وكذا والرهبة أو الرهاب، يخاف من الدم، يخاف من مرتفعات، الحاجات هذه كلها هذه كلها مكتسبة تصير مع الوقت بمواقف معينة بأشياء معينة. لكن الطفل يولد بخوفين، الخوف من المجهول والخوف من المرتفعات. تمام، خوف مرتفعات هذه تعتبر حاجة طبيعية، حتى المجرد أو هي من البيبي تحطيه فوق هتلاحظي أول رياكشن يصير أو ردة فعل هو أن عيونه ينفتحوا ويديه ينفتحوا ورجليه ينفتحوا، أول ما تقولي البيبي هيك فإحنا لما نشوفه هيك نزيدوه عاد حسبوه أنه فرحان، هو ديك اللحظة خايف ففي خوف. الخوف الآخر اللي هو خوف من المجهول. الخوف من المجهول وهذا حاجة ملازمة لنا، أي إنسان بطبيعة الحال أي حاجة جديدة عليه أو غريبة عليه بيخاف منها. صح. طيب وين الخوف عند الطفل هنا؟ هو الخوف من الغرباء، الخوف من الأماكن الجديدة. إحنا نتكلم توع لعدة أطفال، كون في اللي عنده تكون أكثر شيء عنده الخوف من الغرباء، وطبيعي جدا أي شخص لما يكون قريب من أمه وأبوه أو أي طفل ويجي بيجي محل ثاني بيلعب وكذا فتجيء والطفل حاجة يقول هيك يخش في حضن أمه أو حضن أبوه، أنت غريب علي ما أعرفكش فأني خايف منك أنت شن تكون. فالخوف من الغرباء، الخوف من المجهول، أيضا من الأماكن، لبسة مرات في بيبي ما ميت كل ما بيلبسوا له لبسة جديدة يقعد يعيط. صح. في أطفال يخافوا من الدوش مع أن الدوش دافي والحمام دافي وكذا، ففي اللي يخاف من هذا، فتختلف أنواع المخاوف عند الأطفال. رهاب المدرسة أو رفض المدرسة ينتج عن خوف، لكن الخوف هو اللي ناتج عن الطفل، هو عبارة عن بداية أن في حاجة بتدير سيباريشن أو بتدير فصل بين كينونة الطفل البيبي هالطفل الحلو هذا عن الأم. في رابط قوي بيناتهم، هو أنه دائما يشوف في أمه كل يوم قدامه ودائما الأم هذه تأكل وهي اللي تشرب وهي اللي تحنن وهي اللي تحضن وهي اللي تبوس وهي الكلام، فأنت في حاجة أنت بتفصل بيناتهم. في الفترة الأولى وفي مجتمعنا الليبي عادة هي بعض العائلات تصير لهم بعض لا، لكن دائما الطفل غالبية الأطفال وفي عدد كبير جدا داخل مجتمعنا، طبعا هذه من خلال الإحصاء من خلال اختصاصيين علم الاجتماع وعلم النفس، لأن هم الناس الناس اللي يقولهم الآباء والأمهات فصل المدرسة علاش ما يبيش ولدي مدرسة. السبب أن البيئة المحيطة وما تعكسه عن المدرسة، يعني أنا لما يكون عندي طفل ما يعرف شيء عن المدرسة يعرف أن هي مكان يمشوا له الأطفال، لكن شنو يديروا فيها؟ شن ما يديروش فيها؟ ضرب ولا لا؟ ويسمع الطفلة في ضرب ولا لا؟ في واجبات هلبة؟ يسمع المصطلحات هذه كلها، لبلة واعرة، لبلة تضرب، طوبو، عصا، دار الفيران، يعني سلبي أكثر من إيجابي. كثير من المصطلحات السلبية. صحيح، ما نسمعوش أنه في علم، في ترفيه، في تجارب، في نغنوا مع بعضنا، نقولوا نشيد مع بعضنا، نقرأ قرآن مع بعضنا. هذه لا تستبق المصطلحات الإيجابية بداية المدرسة أو ما قبل دخول المدرسة، دائما الشيء السلبي هو دائما يوصل الطفل. صح. فهي حط الطفل انعكاس آخر عليه المدرسة هذه.